ماذا لو استعد البعض من أطراف الإطار التنسيقي للذهاب إلى المعارضة؟ هل سينسجم ذلك مع تطلعات التيار الصدري في تشكيل حكومة لربما يأمل أن تستمر 4 سنوات؟ لأنه لو افترضنا فعليا أن الإطار سيذهب إلى المعارضة فمعناه أن هنالك تقويم للعمل السياسي، ولربما مجرد هفوة واحدة من الحكومة المشكلة من قبل التيار لربما تنهى من قبل المعارضين. يعني أنا أتوقع يجب أن نهتم بالقيم الديمقراطية وبالآليات الديمقراطية الحقيقية. من كان هنالك يعتقد بأن المعارضة شيء سلبي فهذا غير صحيح وغير سليم في المشهد الديمقراطي. تجاه قوى الإطار التنسيقي أو حتى السيد مقتدى الصدر إلى المعارضة، هذا أنا أتوقع يعطي معادلة كفتي ميزان الحكومة ومن يعارض هذه الحكومة، والمعارضة تكون إيجابية لا تكون معارضة انتقامية أو انتقاصية، وهذا هو الشيء الأساسي في إطار طبيعة النظام السياسي البرلماني العراقي الذي لم تشهده طيلة السنوات السابقة. صح كانت هنالك جزء من التعارض عندما تختلف المصالح ما بين القوى السياسية العراقية، أو عندما تعرض ملفات الفساد، أو يتم استضافة وزراء أو استجواب وزراء ويتم سحب الثقة، بمعنى أن الاتفاق الذي حدث في تشكيل الحكومة قد وصل إلى مرحلة النهاية، قد يكون في بداية تشكيل الحكومة أو قد يكون في وسطها أو يكون في المراحل الأخيرة عندما تعد القوى السياسية لمسألة الدخول بالانتخابات. هذه هي مشكلة المشهد السياسي العراقي، ولكن عندما يتم تحديد مصير المشهد السياسي العراقي في إطار فضاء المعارضة وفضاء الحكومة ومن يشارك في تشكيل الحكومة، فهذا شيء أنا أتوقع شيء إيجابي وصحي وسليم. لا تعني المعارضة الإرغامية التي تدفع بطرف إلى الاتجاه إليها، بمعنى أن لا تكون هنالك شرط من قبل قوى سياسية أخرى على قوى سياسية أخرى فلتتجه إلى المعارضة. أنا أتوقع هي القناعة هي التي يمكن من خلالها القوى السياسية يمكن أن تفعل وجودها ودورها بغض النظر عن الملفات التي سوف تطرح أو مسألة الحديث عن إسقاط الحكومة أو استجواب وزراء. المسألة أنا أتوقع هو جانب رقابي وجانب تشريعي لا جانب تسقيطي ينبغي أن يكون، وهذا هو الشيء الأساسي الذي يجب أن يصحح. مثلما نتحدث اليوم عن أغلبية سياسية ينبغي أن تتحقق على الوجود تعمل وفق القانون والدستور، فيجب أيضا أن تكون هناك معارضة قوام هذه الحكومة التي ذات البرنامج الأغلبية السياسية أيضا تعمل وفق القانون والدستور، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يتفق عليه بين القوى السياسية العراقية بمعنى تقويم وبناء المشهد السياسي المستقبلي العراقي إذا ارتضى جميع الأطراف السياسية بأن يذهبوا إلى هذا الخيار، فإن هذا الخيار أنا أتوقع هو الناجع هو الأساس هو الذي يبني الدول، لا أن يكون هنالك مشاركة الجميع. وبالتأكيد عندما يكون هنالك مسألة المحاسبة عن الأخطاء يتنصل عنها الجميع، وبالتأكيد تتهم الحكومة على الرغم من أن الحكومة طيب. هي كانت مشترك فيها جميع الأحزاب أو القوى السياسية بهذا المعنى. طيب دكتور خالد، يعني هل تعتقد أن السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الأسبق قد أصاب كبد الحقيقة عندما قال أن الانسداد يمكن إنهاؤه بسهولة لأنه انسداد شكلي إذا ما وضعت القوى السياسية نصب عيونها مصلحة العراق أولا والمواطن وليس الاستحواذ على مقدراته؟ يعني أنا أتوقع الدكتور حيدر العبادي كان جزء أساسي من المشهد والعملية السياسية العراقية. أنا أتوقع لو كان الحل الانسداد السياسي سهل لما كان هنالك 4 شهور ننتظر ولحد الآن قفزنا على المدد الدستورية. نحن وصلنا إلى مرحلة العناد السياسي وعدم تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، لأن هذه التنازلات تفهم بأنه انتصار وقوة لطرف سياسي على حساب قوى سياسية أخرى. نحن وصلنا إلى مرحلة مأساوية في المشهد السياسي وفي النظام السياسي، جمود سياسي خطير جدا. البعض بات يتحدث عن حلول، أنا أتوقع حتى هذه الحلول هي لا ترتقي إلى مستوى الموضوعية في الطرح. عندما نتحدث عن حل البرلمان والدعوة للانتخابات مبكرة، من الذي سوف يشرع القانون، تعديلات قانون الانتخابات، تخصيصات المالية، الموازنة الاتحادية، يعني هذه أنا أتوقع مقاربات قد تكون ضاغطة للأطراف السياسية الأخرى. البعض يتحدث عن حكومة الطوارئ، البعض يتحدث عن الفوضى. أنا أتوقع هذه السيناريوهات المساوية أنا أسميها هي بعيدة عن الحقائق وبعيدة عن الواقع. ينبغي أن نتحدث عن طاولة حوار وتفاهمات
وتنازلات تبحث بجدية حقيقية مصيرية. مصير المواطن العراقي اليوم بالقوة السياسية التي انتخبها بغض النظر عن نسبة الذين صوتوا من أجل أن يكون من يمثلهم في داخل أروقة مجلس النواب، سواء كانت 20% 30%، لا نختلف على النسبة، ولكن أنا أتوقع المصلحة لجميع القوى السياسية أن تتنازل فيما بينها، أن تقدر حلول ناجعة، أن تبتعد على تقسيم أو تقاسم للسلطة، وتتحدث عن سلطة خادمة للسلطة حاكمة. معادلة بناء الدولة يجب أن تكون حاضرة، يجب أن يكون هنالك بناء للإنسان العراقي. نعم. أنا أتوقع قطاعات كبيرة جدا اليوم من الدولة العراقية تعاني، فبالتأكيد هذه المراجعة وهذا الانتقاد ما بين القوى السياسية يجب أن يكون انتقادا لا عبر المنابر ولا عبر الخطابات، وإنما عن طريق الأفعال في داخل أروقة مجلس النواب، أو حتى في صياغة البرنامج الحكومي الذي يجب أن يكون برنامجا خدماتيا بالدرجة الأولى ويستهدف المواطن العراقي بالدرجة الأولى أيضا.